لكن احمد انا برضو عايز اعلق على موضوع مهم وهو علي لطفي. الحقيقه علي لطفي حارس مرمى كبير وامكانياته عاليه جدا، وخليني اقول لكم ان دائما ابدا حارس المرمى الثاني في الفريق ما بيشاركش بشكل منتظم طالما الحارس الاول واقف على رجله وبيأدي. وطبعا الشناوي ما شاء الله عليه يعني اخر فتره متالق بشكل كبير جدا. علي لطفي لم ييأس الحقيقه واشتغل واتمرن، يمكن ربنا سبحانه وتعالى يشاء ان هذا يحصل قبل المباراه، وانه يبقى مشاركه علي لطفي كاساسي جت بالصدفه، وسبحان الله ربنا يعني يكتب ليه تالق كبير وصد ضربه جزاء الحقيقه كانت مصيريه في هذه المباراه واللي كتبت الفوز للنادي الاهلي. خلينا اقول برضو ان الكل مجتهد النصيب، دائما ابدا لو انت اخلصت النيه واجتهدت واشتغلت على نفسك اكيد ربنا بيكافئك، ومكافاه ربنا بتكون ليها طعم تاني خالص. والحقيقه بيبقى كان ممكن الماتش نكسب بدون صد ضربه جزاء، ولكن انا بعتبر ده هديه من الله سبحانه وتعالى لعلي لانه اجتهد وتعب، واكيد يتهيألي يعني ده رساله حتى للعيب الصغير. بالتاكيد يا كابتن، وانا هنا يعني احب اعقب في نقطه علي لطفي تحديدا في نقطه مهمه جدا في النادي الاهلي. دايما روح الفريق هي اللي بتكون دايما غالبه. علي لطفي لاعب باريحيه تامه، لان هو عارف كويس قوي ان الحارس الاول في مصر الكابتن محمد الشناوي هو سبورت ليه، هو في ظهره اكتر واحد على قيد الحياه في اللحظه اللي كان فيها علي لطفي بيشارك 90 دقيقه امام نادي الزمالك حرصا على علي لطفي. انا متاكد ان هو الكابتن محمد الشناوي. الاريحيه دي بتخلي اللاعب يلعب وهو مش متوتر، مش وهو مضغوط، مش زي فرق تانية او انديه تانية بنلاقي حراس المرمى بيتنازعوا مع بعض على فكره مين اللي يحكم. فدي حاجه تحسب للنادي الاهلي روح الفريق. اوضه اللبس انا بشكر جدا العامل كابتن هيثم اللي خلى اوضه لبس النادي الاهلي غرفه مخلصين. كان بيصاحبنا في فتره من الفترات عدم توفيق بشكل كبير جدا، بفضل الله بقى بيصاحبنا التوفيق، لان بالفعل بقت اوضه اللبس وبقى المسؤولين عن اوضه اللبس ناس زي الكابتن محمد الشناوي. كابتن دي صوره بعد المباراه، الرجاله زي الكابتن ايمن اشرف اللي قدم مباراه تاريخيه وبيقدم مواسم استثنائيه، هي دي لعيبه النادي الاهلي وروح النادي الاهلي. بيهني الحارس الثاني اللي وقف مكانه بالظبط واللي كان ليه دور كبير في المكسب بيقول له مبروك وحاطط صورته بالظبط، يعني دي مش هتلاقيها في اي مكان.